مشاهدينا الكرام أهلا بحضراتكم ومرحبا. إذن النيل مباشر نتناول فيه اليوم. مدير منظمة الصحة العالمية يوجه الشكر للرئيس السيسي على جهوده للحد من انتشار فيروس كورونا. ورئيس الوزراء يؤكد أن القرارات التي اتخذتها الحكومة هدفها الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين. كما نتناول الاحتفال بيوم اليتيم في الجمعة الأولى من شهر إبريل، كيف أثر كورونا على مظاهر هذا الاحتفال وكيف يمكن استثماره. أما عالميا فعدد المصابين بكورونا المستجد يتجاوز 1,000,000 شخص، بينما تجاوزت الوفيات 53,000. أوروبا هي القارة الأكثر تضررا جراء انتشار الفيروس. كذلك الولايات المتحدة سجلت خلال 24 ساعة فقط 1,200 حالة وفاة، في أعلى حصيلة وفيات يومية. متعكم الله بالعافية وبالصحة وراحة البال. إذن إلى الوقفة الأولى أو الملف الأول، نتناول فيه آخر مستجدات الأوضاع في التعامل مع فيروس كورونا. ففي إشادة دولية بجهود مصر في الحد من انتشار فيروس كورونا، وجه مدير منظمة الصحة العالمية تدرس أدهانوم الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على جهوده للحد من انتشار الفيروس. وفي تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي، أشاد مدير المنظمة بدور الرئيس السيسي في التخفيف من أثار هذه الأزمة، وذلك من خلال ضمان حصول المتضررين على دعم واسع النطاق. يأتي ذلك في وقت وجه فيه دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء التحية لجميع المواطنين لالتزامهم إلى حد كبير بالقرارات التي اتخذتها الحكومة، والذي مكن كل أجهزة الدولة أن تحقق جزءا كبيرا من الانضباط في الشارع المصري، وأن يكون هناك التزام بالفعل بتطبيق قرارات حظر الحركة وبتقييدها، رغم تقديرنا جميعا أن هذه القرارات صعبة على طبيعتنا كمواطنين. الكلام لرئيس الوزراء طبعا، لأنها تحد من الحركة، إلا أننا نعي أن هذه القرارات جرى اتخاذها حفاظا على صحة وسلامة المصريين. وقد بدأ المواطنون يشعرون بالفعل بأن هذه الإجراءات جاءت لصالحهم وحفاظا على حياتهم، وهو ما انعكس بدوره على التزامهم بها. وقد دعا دكتور مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمر صحفي شارك فيه وزراء الصحة والدولة للإعلام لتكاتف كل المواطنين لبقاء مصر في المرحلة الأمنة لمواجهة فيروس كورونا. تعالوا نتابع جزءا من ما قاله دكتور مدبولي. مصر الحمد لله ما زلنا في المرحلة المتوسطة، اللي النهاردة بتلقي علينا عبء مهم جدا كحكومة وكمواطنين، ان احنا كلنا مع بعض نتكاتف عشان نفضل محافظين ان احنا موجودين في هذه المرحلة. الموضوع النهاردة الطبيعي ان الارقام على مستوى اليوم هتبدأ تتزايد. احنا الاسبوع اللي فات كان المتوسط ممكن في الثلاثينات او الاربعينات، الاسبوع ده هيبقى المتوسط في ما بين 60 الى 70 او 80، ممكن هيبقى الاسبوع الجاي ممكن اكتر شويه. كل ده ما يقلقناش، لان طالما ما زال في المنحنى التدريجي او التصاعدي المتدرج ده ما يقلقناش في اي حاجه. دكتور مدبولي كذلك قال انه تم وضع خطه تنسيقيه لادخال المستشفيات الجامعيه في منظومه مواجهه فيروس كورونا. وضع خطة تنسيقية ان احنا ازاي نبدأ ندخل معانا بعض المستشفيات الجامعية في اداء مجموعة من الخدمات اللي تتعلق بمكافحة هذا الفيروس، عشان يبقى هناك منظومة كاملة بكل البنية الاساسية الكبيرة اللي موجودة النهاردة في الدولة، ان احنا نستفيد منها اقصى استفادة ممكنة، بحيث يبقى عندنا على طول في كل محافظة وفي كل مكان عندنا مجموعة كبيرة ومزيد كبير من المستشفيات والاماكن اللي النهاردة تقدم كل الخدمات للمواطن المصري على أحسن مستوى بإذن الله. وأضاف مدبولي أنه الأيام المقبلة سوف تشهد إنشاء عيادات صحية متحركة لمواقع العمل لمواجهة فيروس كورونا.
الحقيقة مبادرة يعني مشكورة من السيدة وزيرة الصحة النهاردة، إن حتى في أماكن العمل زي المصانع وأيضا مواقع العمل والإنشاء، معالي الوزيرة وجهت إن هنبدأ نستغل عدد من السيارات، هيصل إلى 1000 سيارة متنقلة هتستخدم كعيادات صحية، هتبقى موجودة في هذه المواقع عشان تقدم خدمات طبية للعاملين اللي موجودين، عشان يبقى يعني لا قدر الله لو في أي أعراض ظهرت على أي حد تكون هذه النوعية من العيادات المتنقلة موجودة عشان تبدأ تاخد الإجراءات على طول الفورية، لأن زي ما قلت لحضراتكم همنا الأساسي هو صحة المواطن المصري والتأكد إن الحمد إن شاء الله إن شاء الله يكون يعني وجود هذا المرض والوباء في الإطار اللي هو إحنا موجودين فيه النهاردة ولا يزيد ولا إن هو يتطور إلى يعني سيناريوهات يعني قاتمة زي اللي بنشوفها في عدد من الدول الأخرى. في الوقت نفسه وزارة الصحة والسكان وفرت 21 معمل مركزي بمحافظات الجمهورية للكشف عن المصابين بفيروس كورونا المستجد. نتابع هذا التقرير. تواصل مستشفيات وزارة الصحة عمل الإجراءات الاحترازية والوقائية، وبخاصة مستشفيات الحمية والصدر التي تستقبل حالات الاشتباه يوميا، وذلك بالتعقيم والتطهير لأقسامها كافة. كما تم توفير المعامل الفرعية بتلك المستشفيات والقادرة على عمل تحاليل البي سي آر للاكتشاف المبكر لفيروس كورونا المستجد. بنعمل تقصي يومي، طبعا الناس بتروح كل يوم لمدة 14 يوم، دلوقتي بقى 28 يوم من خلال الأسبوع الماضي بقى 28 يوم بنعمل لهم تقصي يومي في البيوت عندهم. يعني احنا الأول كنا بنتصل بالتليفونات، لا احنا بنروح للناس في منازلها علشان موضوع ان احنا ما يفوتش مننا واحد، تعرف التقصي ده اهم حاجة في الموضوع. طبعا الحمد لله احنا عندنا 704 سرير لمستشفيات الصدر والحميات، دول بداية. عندي 2554 سرير لمستشفيات العامة والمركزية، لو دخلت معاهم التأمين الصحي ودخلت معاهم مستشفى التعليمي ودخلت معاهم جراحات اليوم الواحد، دخلنا في 3550 سرير، دول جاهزين تبع وزارة الصحة، غير الجامعة. الجامعة لوحدها حوالي 1500 سرير. تحاليل البي سي آر بدأت بالفعل عملها بتلك المستشفيات للاكتشاف المبكر للحالات المشتبه بها، والتي تتميز باستخراج النتائج في أقل من 24 ساعة، مما أسهم في تقليل قوام الانتظار بالمعامل المركزية. كل الحالات اللي عندنا دلوقتي بيتم استقبالها ويتم تحليل أخذ اللي هو مسحة الأنف ومسحة الحلق وعمل التحاليل التكميلية، إن كانت صور الدم ولا أشعة على الصدر ولا أشعة مقطعية على الصدر، وبنبعت المعامل المركزية. دلوقتي إن شاء الله مش هنبعت، هيبقى عندنا هنا ساعة ما النتيجة بتيجي بتبقى سلبية، خلاص المريض بيروح بيته وبنديله تعليمات للعزل المنزلي 14 ل 28 يوم. عندنا كابينتين اتنين، كابينة الاكستراكشن وكابينة للديتكشن. الاكستراكشن اللي هو فصل الحامض النووي بتاع الفيروس اللي هو الار ان اي بتاع الفيروس، والديتكشن اللي هو بنحدد كمية الفيروس قد ايه. فاحنا دلوقتي وفرنا كابينتين، ووفرنا حاجة اسمها انتي روم عشان النيجاتيف بريشر بتاع الكابينة، ووفرنا الواقيات الشخصية الكاملة للدكاترة اللي هيلبسوها وهم شغالين، وخدنا التريننج المظبوط، وان شاء الله هنبتدي شغل من النهارده باذن الله. جنود فوق العاده تعمل الليل بالنهار بتلك المعامل لتحليل البي سي ار لفيروس كورونا المستجد، والتي تعد خط الدفاع الاول في التعامل مع الحالات المشتبهه لتحليل الفيروس واكتشافه مبكرا. هنشتغل العينات هنا بحيث ان احنا نوفر كتير في وقت ظهور النتائج، نقلل الوقت، وده طبعا لمصلحه المريض. ده عملنا وده واجبنا والواجب لله سبحانه وتعالى اولا، وطبعا لاجل مصلحه المريض، واحنا بنطلب من الناس كلها انها تساعدنا وكل واحد يلتزم ببيته. دورنا يعني اكيد خايفين، احنا اكيد متوترين، اكيد خايفين، مش عشاننا، عشان اولادنا وعشان اهلينا، بس هي رساله. تواصل عمل الاجراءات الاحترازيه والوقائيه وتوفير اجهزه البي سي ار للكشف المبكر عن فيروس كورونا المستجد يؤكد مجددا ان الدوله المصريه عازمه على مواجهه المرض ومنع انتشاره. محمد حلمي، النيل. الحقيقة أنه الدولة بتحاول في كل الأنحاء والقطاعات أنها توفر خطوات بتوفر كثيرا على المواطن المصري ويلات يمكن أن تحدث وكان يمكن أن تحدث لولا الإجراءات الاحترازية. والأخذ بأسباب العلم مهم للغاية، يعني الدكتور مصطفى مدبولي زي ما كان بيكلم من شوية، الأعداد بتزيد، ممكن من أسبوع 40-50 وفاة إلى 60-70، تصل إلى 80، الأسبوع اللي بعده هتزيد.
هذه زيادة مقبولة بالعلم لأنه ليست الزيادة متوالية، ليست أسية، لا يحدث تضاعف أسبوع عن أسبوع، فهي في الإطار المفهوم والطبيعي. وهذا يعني رغم وجود الوفيات لكن الحمد لله حالتنا جيدة، ده أخذا بالأسباب العلمية والرياضية. على أي حال متابعة برضو لجهود الدولة المختلفة. يشرفني أن يكون معايا دلوقتي الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. سيادة الوزير أهلا بيك وكل تحياتي. المنظومة الإلكترونية، أشكرك على الاستضافة الكريمة، شكرا جزيلا لحضرتك. المنظومة ان احنا نحاول ان نميكن الامور عشان الناس تستطيع ان تتعامل عن بعد، سواء بقى في مسألة المعاشات او المقدم او في مسألة حتى وزارة التربية والتعليم اللي هم يعني البنية الأساسية الموجودة والخدمات الحكومية عموما. وده يدعوني ان انا يعني اسال حضرتك وانت على راس منظومة الاتصالات، سألك عن استعدادنا في البنية الأساسية للاتصالات لتقديم الخدمات المختلفة إلكترونيا وبشكل مرضي للناس، ناهيك عن الاستخدام العادي لكن أتحدث عن الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن. أشكرك يا فندم. هو بالفعل إحنا حريصين على تقديم أكبر عدد من الخدمات الحكومية للمواطن بشكل رقمي. بدأنا في مدينة بورسعيد في العام الماضي بتقديم أكثر من 150 خدمة اليوم مميكنة في بورسعيد، ويمكن تقديمها من خلال الإنترنت. يجري العمل الآن ليل نهار لتعميم هذه الخدمات أو بعضها على الأقل في باقي الجمهورية. كان المقرر أن تكون يعني في النصف الثاني من هذا العام، نحاول أن نبكر بها بحيث أنها إن شاء الله نطلق عدد من الخدمات الرقمية في باقي محافظات الجمهورية. أيضا المعاشات، اتخذنا إجراءات لصرف المعاشات بشكل يجنب المواطنين التقاط العدوى بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والتنمية المحلية. خصصنا أكثر من 550 مدرسة بها أفنية يمكن أن تصف بها كراسي ومقاعد بينها مسافات بينية تحول دون تلامس المواطنين والتقاط العدوى. والصرف بها بيبقى إزاي في الحالة دي، يعني إذا كان في فناء مدرسة أو غيره يا سيد الوزير؟ يكون مندوب البريد موجود في المدرسة، وزي ما قلت حضرتك بتصف كراسي ومقاعد على مسافات متباعدة في فناء المدرسة. بدأنا بأول شريحة من هم دون 1000 جنيه معاش، صرفت معاشاتهم يومي الأربعاء والخميس، ونستأنف غدا إن شاء الله. غدا السبت يعني في صرف بكرة السبت إن شاء الله. الأحد إن شاء الله نبدأ في الشريحة الثانية، المعاشات ما بين 1000 و2000 جنيه إن شاء الله. ثم الشريحة الأخرى من هم فوق 2000 جنيه باقي الأسبوع القادم بإذن الله. الهدف زي ما قلت لحضرتك هو إنه المعاشات تصرف بشكل آمن ومريح دون يعني خوف من نشر العدوى نتيجة المخالطة والتزاحم. طيب دكتور عمرو، يعني الحقيقة أنا تناولت موضوعات مختلفة في هذا البرنامج أو في هذه التغطية على مدار أسابيع ماضية عن التربية والتعليم واتجاه الطلبة للتعليم أونلاين وتعليم عن بعد، وكل مرة كنت أسأل ضيوفي نفس السؤال، والمرة دي يعني أريد أن أستفيد من حضرتك اللي موجود معايا. هل البنية الأساسية للاتصالات والتكنولوجيا بنية الإنترنت، والعالم كان مقبلا على 5G ويعني مرحلة جديدة، هل البنية الأساسية مناسبة أن نتجه تماما لفكرة التعليم عن بعد، لفكرة المنصات الإلكترونية سواء على مستوى وزارة التربية والتعليم، على مستوى الجامعات، أو حتى على المستويات المختلفة يعني كلها في مجال التعليم؟ يعني أرى أنه الاتجاه إلى التعليم عن بعد بغض النظر عن الأزمة الحالية اتجاه حتمي لابد أن نقبل عليه ونعتاد على تلقي العلم والتدريب من خلاله، لأنه مع ازدياد الأعداد ومع تنوع المعارف و
تجدد حاجه الانسان لتجديد معارفه وتجديد خبراته كل فتره، وهذا هو سمه العصر الذي نحن نعيشه وما هو قادم بإذن الله. ومن ثم عملية التعليم ستصبح عملية مستمرة في حياة الإنسان، ولابد أن يعني يستمر في تناول العلم وفي تلقي علوم وتلقي تدريبات طوال حياته العملية. هذا أمر يستدعي أن يعتاد على تناول العلم من خلال الوسائل التعليم الرقمي، ومن ثم هو اتجاه حتمي لابد أن نقبل عليه. ربما هذه الأزمة على ما فيها من يعني مخاطر وتخوفات لها جانب ربما يعني يكون به فائدة، مفهوم أنه الناس تقبل على التعليم عن بعد وتعتاد عليه وتألفه، ومن ثم إن شاء الله تستمر في تلقي العلم من خلاله بعد انتهاء الأزمة بسلام بإذن الله. ونتوسع بقى إن شاء الله طبعا في البنية الأساسية بإذن الله الفترة المقبلة. أنا عايز أشكر حضرتك على وجودك معنا دكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. أعود مع حضراتكم الحقيقة مشاهدي الكرام إلى القطاع الصحي والفيروس. العالم كله من يتابع نشرات الأخبار سواء على هذه الشاشة أو في أي مكان آخر في العالم، الحديث فقط هو عن كورونا، عن الفيروس، عن التهديدات، هنعمل فيه ايه، كل ما يتعلق به من كل ناحيه. سوف اطرح المزيد من الاسئله على ضيف الدكتور احمد شاهين، استاذ علم الفيروسات بجامعه الزقازيق الميكروبيولوجي. اهلا بحضرتك دكتور احمد، وكل تحياتي. دكتور احمد، كنت قد التقيت بك منذ ايام وحضرتك قلت انه الفيروس ممكن يموت فعلا في درجات الحراره المرتفعة. الحقيقة أنه في ديبيت شديد أو على الأقل يقل نشاطه، يعني في جدل شديد بيدور في الأوساط العلمية نفسها. هل الشهور المقبلة هتشهد انحسارا لنشاط الفيروس وانحسارا للمرض بالتالي أم لا؟ يعني هذا أمر يمكن أن حضرتك يعني تسهم فيه كثيرا. يعني الحقيقة طبعا إحنا في أسوأ أزمة صحية شهدها العالم. نحن نتابع الأحداث ولا نلاحقها. أضخم حجر صحي في التاريخ على الفيروس. احنا كنا بنقول للطلبة أيام زمان أن هذا الفيروس ينحسر، يعني يزداد شتاء يبلغ ذروته وينحسر صيفا، ولكن الفيروس وجدناه أنه أحدث تطور وطبع تحور، ولا نعلم هل يا ترى الفيروس سيبقى على ما وعلى ما كان من صفاته أنه يتأثر بالحرارة. طبعا أنا أتعشم في فضل الله سبحانه وتعالى أن الفيروس يعني كلما زادت حرارته، زادت درجة حرارة الجو أو المناخ، كلما يعني مش هنقول أنه هو هيختفي ولكن ينحسر إلى حد ما أو تنخفض وتيرة انتشاره هنا تمام. وهناك. طيب الأيام اللي فاتت عفوا يا دكتور، اليومين اللي فاتوا شهدنا ما يثير القلق أكتر، إنه يا جماعة الفيروس في الهواء، مش عشان هو تقيل ما بين 40 إلى 450 إلى 500 مايكرون بينزل على الأرض ولا ينتقل إلا بالرذاذ ومن الأسطح، لا ده في كلام إنه موجود في الهواء والاستنشاق يمكن أن ينقل العدوى. مدى صحة هذا الكلام يا دكتور؟ صحة هذا الكلام أنه لا ينتقل عن طريق الهواء إلا في أماكن محدودة جدا، وهي الوحدات الرعاية المركزة في المستشفيات. طبعا ده بيكون انتقال عن طريق الهواء بالنسبه لفهم في هذه الاماكن فقط، اما غيرها فلا زال الفيروس لا ينتقل عن طريق الهواء ولكن ينتقل عن طريق الرذاذ. واذا قلت ينتقل عن طريق الرذاذ طبعا بينتقل لامطار تصل الى من 5 متر الى 8 متر. طبعا هذا امر برضه مقلق برضه. طبعا الرذاذ ممكن يفضل في الهواء كل هذا يعني كل هذه المسافه يا دكتور؟ لا، يبقى في الهواء، يبقى في الهواء طبعا يعني ساعة أو اثنين، يعني لا يتجاوز ذلك. لا أتحدث عن المسافة ليس عن الوقت، من 5 إلى 8 متر ممكن ينتقل كل هذه المسافة؟ يعني هو طبعا العطاس ممكن ينقل أكثر من 5 متر الطريقة المعتادة القديمة، الكحة والكلام ممكن ينقل الفيروس خلال الرذاذ أو القطيرات. ربنا يسلم، ربنا يسلم يا دكتور. شرفتنا يا فندم، وإن شاء الله نلتقي أكثر وسنتابع أكثر طبعا الشكل العلمي
للفيروس. شكرا جزيلا لحضرتك دكتور أحمد شاهين، أستاذ علم الفيروسات بجامعة زقازيق. وأذهب إلى الدكتور حسام عبد الغفار، هو الأمين العام للمستشفيات الجامعية بوزارة التعليم العالي. دكتور حسام أهلا بحضرتك وكل تحياتي. يعني ما اتخذته مصر وما اتخذه الرئيس الحقيقة من إجراءات في دعم المنظومة الصحية وكما نسميها الجيش الأبيض، وهذا العمل العظيم الذي يتواصل ليل نهار الحقيقة يشهد له بشكل كبير رفع بدل طبيعة العمل للحد الأدنى للأطباء الامتياز من 400 إلى 2200. كيف ينعكس هذا على ممارسي الطب جودة في عملهم ومزيدا من إحساسهم بالتقدير كمان؟ دكتور حسام، ألو. طيب يبدو أنه في مشكلة بشكل أو بآخر في الاتصال. هنحاول نتصل مرة أخرى بدكتور حسام عبد الغفار الذي وجه له الشكر وإن كان مؤقتا، هو الأمين العام للمستشفيات الجامعية بوزارة التعليم العالي. شكرا جزيلا لك. وإذا انتقل مع حضراتكم مشاهدينا الكرام إلى ملفنا الثاني الذي يعني يرتبط بظروف التي نعيشها بشكل أو بآخر، فكورونا أثر على كل شيء. الحقيقة أنه مصر بتحتفي في الجمعة الأولى من شهر إبريل بمناسبة يوم اليتيم. الأزهر الشريف أكد أنه آن الأوان لضرب المثل في التضامن والتكافل وضرورة الاعتناء باليتام وباليتامى والحنو عليهم وإكرامهم، وأنه آن الأوان للتضافر جهود الجميع لضرب الأمثال في التضامن والتكافل المجتمعي في كمان يوم اليتيم العربي في الأول من إبريل. على أي حال كورونا والفيروس أثر على كل شيء في حياتنا، حتى الاحتفاء والاحتفال يجب أن نبحث عن طرق أخرى لدعم اليتيم، وربما تكون هذه فرصة لتعديل طريقتنا وتفكيرنا في كل الأمور الحياتية. تعالوا نتابع هذا التقرير. مع الجمعة الأولى من شهر أبريل من كل عام تحل علينا ذكرى يوم اليتيم، لكن هذا العام فرض فيروس كورونا المستجد على العالم أجمع إجراءات احترازية كبيرة يواجه الجميع خلالها ظروفا حياتية صعبة. فقد دفعت تلك الإجراءات الدول إلى إلغاء كافة الاحتفالات والمهرجانات والمسابقات، فالعالم على خط المواجهة وفي حالة حرب مع وباء كورونا، ومصر ضمن تلك الدول التي اتخذت إجراءات استباقية لمنع انتشار فيروس كورونا، مما تسبب في توقف العديد من الأنشطة والاحتفالات ليكون فيروس كورونا قاسيا على الأطفال الأيتام بقدر قساوة اليتم نفسه. وفي هذا الإطار قالت وزارة التضامن الاجتماعي إن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا فرضت ظروفا خاصة على الإجراءات المتبعة للاحتفال بيوم اليتيم لمنع انتشار العدوى بين الأطفال، وذلك وفق قرارات مجلس الوزراء. أكدت وزارة التضامن بأنه تم عمل حملات توعية للأبناء بمخاطر فيروس كورونا وطرق انتقال العدوى طبقا للتعليمات التي أقرتها وزارة الصحة، كما تم منع الزيارات للحفاظ على الأبناء بدور الأيتام. وفي السياق نفسه جدد الأزهر الشريف دعوته إلى ضرورة الاعتناء باليتامى والحنو عليهم وإكرامهم ورعايتهم وحسن معاملتهم، كما شدد على ضرورة بذل المزيد من الجهود للتكفل بالأيتام في ظل عالم يموج بالأمراض والأوبئة والحروب تزداد فيه أعداد اليتامى يوما تلو الآخر، بما يصب في حمايتهم من الضياع ويسهم في خدمة أوطانهم ومجتمعاتهم. الحقيقة أنه ربما جاء الوقت لمسألة تطبيق فقه الأولويات. التقرب إلى الله ليس بكثرة الحج والعمرة وربما يعني مع الأهمية الشديدة، لكن شاء الله سبحانه وتعالى أنه تكون وسائل التقرب المتاحة حاليا هي أن أنا أحاول أن أحسن حياة الآخرين، أن أنا أتحمل جزء من التكافل المجتمعي للمحتاجين، أن أنا أساعد اللي حواليا ومنهم بطبيعة الحال الأيتام وأصحاب الحاجات. لابد أن أنمي هذا الفكر أنه حقيقة وجوهر الدين أن أنا أهتم باللي حواليا، أنه ومن أحيا نفسا فكأنما أحيا الناس جميعا. هذا جوهر مهم جدا، وربما هي آية من آيات ربنا أن احنا نتوجه لذلك بهذا الاهتمام ونغير طريقة تفكيرنا وحياتنا. أذهب مع حضراتكم مشاهدي الكرام إلى موضوعنا الثالث
في التغطية وهنتناول فيها الأوضاع في أوروبا. من كان يتخيل أن جائحة كورونا تعصف بالقارة العجوز أكثر من أي مكان آخر، أكثر من مناطق ربما لا يكون لديها التكنولوجيا والتقدم والمنظومات الصحية المتقدمة بشكل كبير؟ تعالوا نتابع الأوضاع في أوروبا إلى ما وصلت، والحقيقة كل نشرات الأخبار بتتكلم عن الدول التي تأثرت، منها إيطاليا، إسبانيا، منها كثير من الدول الأوروبية. تعالوا نتابع. جائحة فيروس كورونا المستجد ما زالت تستمر في تغيير وجه العالم، حاصدة أرواح أكثر من 53 ألف شخص، مخلفة تداعيات اجتماعية واقتصادية تبدو دراماتيكية. ففي أوروبا التي لا تزال صاحبة العدد الأكبر للإصابات والوفيات، بلغ إجمالي عدد الإصابات بكورونا في إيطاليا ما يزيد عن 115 ألف إصابة وأكثر من 13 ألف وفاة، حيث تخضع الحكومة للضغط بغية رفع الإجراءات التقييدية وإنعاش النشاط الاقتصادي المتراجع. أما في إسبانيا فقد وصل عدد الإصابات إلى أكثر من 112 ألف إصابة وأكثر من 10,000 وفاة. وفي فرنسا بلغ عدد الإصابات أكثر من 95 ألف إصابة، في حين بلغ عدد الوفيات جراء الفيروس أكثر من 5,000 وفاة. وتأتي ألمانيا في مرتبة صاحبة أصغر عدد وفيات في القارة الأوروبية، حيث حصد فيروس كورونا المستجد بها أكثر من 84 ألف إصابة وأكثر من 1,000 وفاة، في الوقت الذي تسعى فيه ألمانيا إلى محاولة إيجاد حلول لاستمرار الحياة وعودة عجلة الإنتاج. وقال هانز كلوج رئيس مكتب منظمة الصحة العالمية في أوروبا إن الفكرة القائلة بأن فيروس كورونا يؤثر فقط على كبار السن خاطئة. السن ليس المخاطرة الوحيدة للأمراض الشديدة. إن الفكرة القائلة بأن فيروس كورونا يؤثر فقط على كبار السن خاطئة في الواقع، وكما قال زميل لي مؤخرا فإن الشباب ليس لديهم مناعة. 10-15% من الأشخاص تحت سن 50 يعانون من عدوى متوسطة إلى شديدة، وقد لوحظت حالات مرضية شديدة لدى أشخاص في سن المراهقة أو العشرينات من العمر، ويتطلب الكثير منهم عناية مركزة، وتوفي بعضهم للأسف. واقترحت المفوضية الأوروبية إيجاد وسيلة لضمان الخطط الوطنية لدعم سوق العمل بما يصل إلى 100 مليار دولار. وفي بلجيكا أودى الوباء بحياة أكثر من 1,000 شخص، وشهدت هذه الدولة تضاعفا لعدد الوفيات في غضون 3 أيام. من جانبه عبر رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم عن القلق العميق إزاء النمو المضطرد لعدد الإصابات والوفيات، وقال علينا الاتحاد لمكافحة هذا الفيروس الخطير. بات نصف سكان العالم أي أكثر من 3.9 مليار شخص خاضعين لإجراءات العزل والحجر وفي غياب لقاحات وعلاج، ويشكل العزل الوسيلة الأكثر فعالية لمكافحة انتشار العدوى، حيث أعلنت ألمانيا وإيطاليا والبرتغال تمديده. الحقيقة أنه في أمور للغاية كثيرة بتهم المجتمع الدولي، سواء على المستويات العلمية بشكل كبير التي تبحث، أو على مستوى حتى الإجراءات الأمنية المتصاعدة. القارة الأوروبية يقال أنه ربما تأخرت في اتخاذ الإجراءات الاحترازية المناسبة، وبالتالي يعني هذا التأخير جاء ثمنه باهظا على الصحة الأوروبية، على عدد الحالات أيضا في الوفيات وتصاعد أعداد الوفيات. وجدير بالذكر أو بالعلم، وده كنت بتكلم عنه من شوية في تعليقي على ما قاله رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي في المؤتمر الصحفي الذي عقد بالأمس، حينما قال إنه أعداد الإصابات بتزيد من أسبوع لأسبوع، وبالتالي هذه الأعداد يعني بتعمل مشكلة في تزايدها لو وصلت إلى المتواليات. على أي حال معي الآن الدكتور غسان الجعيدي عبر سكايب من مدريد، هو عضو اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا. دكتور غسان أهلا بك وكل تحياتي. إذن أوروبا المأزومة بشكل كبير، ماذا عليها الآن من إجراءات بعد أن وصلت الأمور
لربما مرحلة الرجوع منها أصبح صعبا بشكل أو بآخر. نعم، الله بركاته، تحياتي لك وتحياتي لجميع المشاهدين. هلأ الوضع فعليا عندنا صار صعب نتيجة عن تأخرنا، ممكن نحكي باتخاذ القرارات يعني الاتجاهات اللازمة في الوقت المناسب، ولكن هلأ لازم نركز كل المجهود تبعنا على نحاول أن نعطي الفرق الطبية والطاقم الطبي القدرة الكافية على أنه يقدر يتعامل مع المرضى بطريقة آمنة سواء له أو للمريض ذات نفسه. ولذلك أنا أظن أهم موضوع هلأ هو التركيز على التجهيزات الطبية، نحاول نحصل على أكبر عدد ممكن من التجهيزات الطبية، نحاول نجهز المستشفيات الميدانية مش فقط لاستقبال المرضى المصابين بطريقة خفيفة، بل لاستقبال مرضى حالاتهم ممكن تكون صعبة ومتضاعفة ويعني عندهم مضاعفات كبيرة، وبنفس الوقت تحسين الطاقم الطبي والفرق الطبية بالتجهيزات والستر الواقية الكافية لمعالجة الأمر، وأنه ما يحاول يكون عندنا مرضى سوري الدكاترة أو الممرضين وإلى آخره يكونوا من المصابين، لأنه هلا عندنا أكثر من 13,000 شخص من الفرق الطبية مصاب، فلذلك هذا بودينا لمكان أنه 13,000 شخص ممكن يعتني أو من الدكاترة والممرضين اللي بيعتنوا بالمرضى مصابين ومعزولين في بيوتهم لمدة لا يقل عن 15 يوم. اليوم حتى صرحت الحكومة أنه إذا الدكتور مصاب ولكن عنده أعراض خفيفة يجب عليه أنه يحاول بطريقة ما يذهب للعمل، وهذا خطأ كبير لأنه هو ممكن يكون سبب أصلاً للعدوى للمرضى يعني مهما حصلناه. والمشكلة برضو أنه إذا ما عندك ستر واقية كافية، لأنه هذا الدكتور حتى لو أنه بيقدر يروح يساهم بدون الستر الواقية حيعدي أكثر مرضى مما يعني حيزود المشكلة أكثر مما يشل. دكتور يعني الحقيقة أنه الحديث عن المنظومة الطبية الأوروبية بشكل أو بآخر يعني أنها متقدمة للغاية، هل نجد أنه فشلت المنظومات المتقدمة في تحقيق شيء حقيقي في مواجهة هذه الأزمة؟ هل هناك مسألة نقص وعي أيضا لدى الشعوب؟ والمفروض والمعروف أنه الشعوب الأوروبية هي ربما من أكثر الشعوب وعيا يعني في الكوكب. يعني هل في عندنا فكرتين مهمة بهذا الموضوع؟ بالعكس، الأنظمة عندنا الصحية جدا متطورة وزي ما الكل بيعرف قوية جدا، والفرق الطبية متعلمة ويعني من أفضل الفرق الطبية في العالم، يعني قوية جدا، ولكن ما في أي بلد في الدنيا متحضر لهيك وباء، بالأخص إذا القرار أنه نعزل الناس أو نعطيه أهمية من الأول كان متأخر. فلذلك أي نظام صحي مهما كان متحضر حتكون مسألة وقت أو مسألة يعني تايمينج أنه في النهاية ينهار، لأنه عدد المرضى كثير أكبر من قوة استيعاب الغرف الطوارئ وغرف العناية المركزة. يعني هي مش مسألة علم أو مسألة تكنولوجيا، هي مسألة عدد. إذا العدد كتير كبير مهما كنت متحضر مهما كان عندك تخوت، يعني هلا عندنا أكثر من 113,000 مصاب، صعب كتير أنه أي مستشفى بالعالم أي مستشفيات بالعالم أو أي نظام صحي يستوعب كل هذه المرضى. طيب الحمد لله أنه بس منهم 10% بيحتاجوا هاي العناية. دكتور غسان، يعني هذا هو الوضع في أوروبا، لكن مع أيضا المفترض أنه الفارق أو شكل المختلف هذا حدث في الولايات المتحدة. سأذهب الآن إلى واشنطن، وهبة القدسي مدير مكتب جريدة شرق الأوسط هناك. سيدة هبة، أهلا بك ومرحبا. والحديث أيضا هو عن لماذا يعني أصبحت هذه الجائحة مشكلة كبيرة في الولايات المتحدة، ماذا حدث وكيف هو الموقف الآن؟ أوكي. المشكلة أنه كان هناك تأخر في اتخاذ إجراءات متشددة منذ بداية العلم بهذا الوباء وهذا الفيروس. الوباء بدأ في الصين في نوفمبر الماضي، أول حالة مصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة كانت في أواخر فبراير الماضي، وللأسف تأخرت الحكومة الفيدرالية والولايات بشكل عام في اتخاذ قرارات حتى ربما منتصف مارس الماضي. في بداية مارس كان عدد الحالات الكلية في الولايات المتحدة حوالي 50 حالة
في نهاية مارس كان العدد أكثر من 50,000 حالة، فهناك تزايد وارتفاع شديد ناتج عن تأخر هذه الإجراءات، ثم عن يعني فرض إجراءات العزل الاجتماعي وإبقاء الأمريكان في منازلهم. هذا الإجراء لم يتخذ إلا في خلال الأسبوع الماضي، وهناك بالفعل 40 ولاية اتخذت إجراءات وتجديد إجراءات بإبقاء الأمريكيين في منازلهم. لكن أنا نتحدث عفوا دكتور بإغلاق كامل للولايات المتحدة، نتحدث عن الدولة الأقوى في العالم في منظومتها الصحية وليس فقط في الأمر الاقتصادي والعسكري. نعم. كيف لم تستطع أن تجابه؟ كيف يعني صار الأمر بهذا الشكل في أقوى منظومة صحية في العالم؟ نعم، يعني هذا حقيقي، لأن هناك ميزانية ضخمة ترصد للرعاية الصحية في الولايات المتحدة تبلغ حوالي 3 تريليون أو ما يقرب من ما بين 3 إلى 4 تريليون دولار في ميزانية العام الماضي، فهناك بالفعل ميزانية ضخمة للرعاية الصحية. لكن المشكلة في هذا الوباء الذي انتشر بصورة متسارعة وفي هذا العدد الكبير الذي لا تستوعب المستشفيات هذا العدد المتزايد كل يوم. احنا وصلنا في الولايات المتحدة حاليا إلى وفيات تبلغ 6,000 حالة، وعدد حالات يقترب من ربع مليون حالة إلى الآن، وهذا العدد يتزايد إلى ما يتعدى الملايين خلال الأسبوعين القادمين وربما عدة أسابيع أو عدة أشهر قادمة. فلذا الأعداد أكثر بكثير من قدرة المستشفيات على الاستيعاب ومن قدرة الطاقم الطبي على الرعاية وتقديم المساعدة. مفهوم. شكرا جزيلا لك على مشاركتك هبة القدسي مدير مكتب جريدة الشرق الأوسط، وحدثتني من واشنطن عبر سكايب. أتقدم كذلك بشكر من مدريد شاركني السيد دكتور غسان الجعيدي عضو اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، وأشكر حضراتكم مشاهدي الكرام. متعكم الله بكل الصحة والعافية وراحة البال، ما لها من كاشفة إلا الله. في أمان الله.